لما تيجي تاخذ كورس هناك قوانين، ليست قوانين بمعنى قوانين ولكن هي مواريث اخذت واستنبطت من رؤوس اغلام من عالم الهرمونات. تمام، انت كورسك 12 اسبوع ولكل نوع من انواع الهرمونات له طابع بنائي وله طابع ذكوري، انابوليك اندروجينيك ريشيو. في بدايات الكورس يجب ان يكون الطابع الاندروجينيك اعلى من الانابوليك، والعكس صحيح في نهاية الكورس. بمعنى غلطة يسوونها وايد ناس اللي هي اول الكورس اول 6 اسابيع يقوم يستخدم الترينبولون اسيت اقوى انواع الهرمونات في البناء العضلي في نسبة البناء. طيب اذا انا استخدمت اول 6 اسابيع هالهرمون وكشفت كل الورق، اخر 6 اسابيع شنو راح استخدم؟ بالتالي يعني انا في بعض الناس يستغربون مثلا ليش تعطيني مثلا اول كورس كابويز انا فيني نسبة فات، انا ما ادري منو حط يعني شيء ثابت هني عندنا ان 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 اللي فيه نسبة فات هو كورس واحد لازم يمشي عليه بربونيت ومايسون وترينبولون اسيتيت. هذا كأنه خصص هذا الكورس لأصحاب البدانة. لا 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 لا، ويمشي فيه 12 6 اسبوع، واذا مزج اخر 4 اسابيع يرن مونسترول وكنا الوضع طبيعي. هذا الكورس ليس لجانبه الصواب، ممكن يكون صح بالنسبه لك ولكن هناك الاصح. بالنهايه الكورس لازم يكون محسوب من اول 5 اسابيع الى 16 اسبوع. انت لازم يكون تدريج ما بين هالنسب هذيلة، ما بين البناء ونسب الطابع الذكوري لنوع الهرمون اللي انت قاعد تاخذه. اما تاخذ موضوع عشوائي راح تشوف بعد فترة راح يصير في شيء اسمه بلاتو، ثبات عندك، او انك انت تزيد الجرعة وتدخل في مشاكل وسايد افكت اعلى، واحنا هالشيء هذا ما نبيه.